بعد هذه الهجمة وبهذه الشدة؟ مساء الخير يا استاذ مصطفى، عليك وعلى مشاهدينك الكرام. انت بتسال اسئله صعبه جدا، عامله لا ده ولا صعب ولا حاجه يا فندم، زي استجوابات البرلمان كده. ربنا يخليك فندم، اتفضل. الموضوع كله سياسه يا استاذ مصطفى. نعم نعم، سبق قبل كده انه مجموعه الاوبك بلس تضطرت الانتاج في وقت من الاوقات علشان خاطر الاسعار لما زادت تتظبط شويه، وكان بمسانده من كل دول العالم وقتها. نعم. نعم. وحاليا دول العالم كلها بتنادي بزياده بخفض الانتاج لان الاسعار بدات تنزل شويه. نعم. شفنا يعني شفنا برنت وويست تكساس بعد ما كانوا وصلوا ل 120 130 دولار في بيتراوح ما بين 78 و 83 دولار. وبالتالي الدول التي تاثرت بشده في اوقات معينه ساعه كورونا وساعة الأزمات بتاعة الحروب، لما أسعار البترول نزلت، وأفكرك من سنتين كانت أسعار البترول نزلت لناقص 30 و35 دولار ناقص، يعني اللي معاه برميل بترول بيبيعه وبيدفع عليه. فهذه الدول تأثرت اقتصادياتها، أيضا الأزمة الاقتصادية اللي مر بها العالم ما بعد كورونا وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بتقول إنه يعني في دول كتيرة تأثرت اقتصاداتها بهذا الأمر نتيجة رفع أسعار باقي الحاجات وبصفه خاصه سلاسل الامدادات الغذائيه. يعني النهارده انت لما تيجي تشوف اسعار الغاز لما قفزت من ما بين 4 ل 8 دولار الى متوسط 40 دولار، في بعض الدول بيوصل عندها الغاز ب 70 دولار، وترفع اسعار الامونيا وبالتالي اسعار كل الاسمده وبالتالي اسعار كل الاغذيه على مستوى العالم. فهذه الدول اللي بعضها مصدر للبترول يشتري معظم غذائه من خارج بلده المنتجه للبترول. نعم. وبالتالي هو مش على استعداد ان الاسعار تهبط، فكل واحد بيدافع عن مصلحته. نعم. امريكا بتدافع عن مصلحتها، والسعوديه بتدافع عن مصلحتها، وروسيا بتدافع عن مصلحته، وكل واحد من حقه انه يدافع عن مصلحته بما لا يضر بمصالح الاخرين. نعم. فانا شايف ان القرار سياسي بالمقام الاول، ده اولا. ثانيا، لا اعتقد انه هيتم تقليل الانتاج لرفع الاسعار، لا اعتقد. نعم نعم. يعني بالدرجه اللي بتطورها امريكا بهذا المنظر، أنا لا أعتقد أن ده يعني. نعم. شكرا لك. هناك في يعني وفرة شوية. نعم. أوفر سبلاي، قد يكون مثلا نص مليون برميل في اليوم ولا حاجة. لكن ده ما أعتقدش أن هو اللي يعني لو اتقلل مش هو ده اللي هيرفع الأسعار. نعم. نعم. شكرا لك السيد المهندس الوزير أسامة كمال وزير البترول الأسبق. شكرا لك.